حياكم الله شيخنا الكريم. البداية ربما أنه تساؤل، البعض ربما يكون لديهم وفاة في الأسرة وفي العائلة، فشيخنا الكريم لو تحدثنا عن الفقه في هذا الأمر، ماذا يجب على الأسرة إذا كان لديهم متوفى أن يقوموا به فور خروج روحه رحمه الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما ما ذكرته يا شيخ عبد الرزاق وهو مسألة من حدث عندهم وفاة، إن كان في البيت توفي أو في المستشفى وعنده أحد، فلا شك أنه يسن تلقين الميت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، وهذا قبل الوفاة، لا إله إلا الله. وأنا قدمت بهذه المقدمة وهذه المسألة قبل الوفاة، لأن البعض يظن أن التلقين أنه يقول له قل لا إله إلا الله، إنما يذكر الله عنده، وجاء أيضا ولا يضجره فلا يكثر عليه، فالإنسان وقت النزع قد لا يستطيع أن ينتبه لما يقال له، لكن يذكر عنده لا إله إلا الله والحمد لله. الموحد إذا مات فهو مات على التوحيد وعلى السنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولكننا نعتقد عقيدة أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار وأمرهم إلى الله. الله، فهذا الأمر الأول. وأيضا قبل الوفاة لو قرأت سورة ياسين قبل أن يموت الإنسان فهذا أيضا لا بأس به. إذا توفي الإنسان، إن كان في البيت تغمض عينيه أو عنده أحد المستشفى تغمض عينيه، ثم بعد ذلك يسارع في تجهيزه وغسله والصلاة عليه، ويجوز الانتظار غائب من القرابة من الأبناء أو الأب أو قرابته القريبة أن ينتظر، لا بأس بذلك، لأن الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، 3 أيام تقريبا من موته، لأجل بعض الأمور التي يرتبونها رضي الله تعالى عنهم، وهو أمر الخلافة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهم البشر، ولكن الصحابة انشغلوا ولم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أن تثبت أمور الدولة، وجهزوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه. اللهم صل وسلم. يجتنب أهل الميت النياحة ورفع الأصوات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. النائحة تقام يوم القيامة، إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من نار. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعن شق الجيوب ولطم الخدود. العين تدمع والقلب يحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة إبراهيم، بعد وفاة إبراهيم قال: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فيصبر الإنسان ويحتسب، وخصوصا إذا فقد الوالدين أو فقد أحد الوالدين أو الأبناء أو البنات أو الزوجة أو القرابات، عليه أن يصبر ويحتسب ويتذكر ما هو الأجر العظيم. ووردت رواية حسنها الألباني: من عظمت عليه مصيبته فليتذكر مصيبته بي، يعني بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم لهم قول في هذا الحديث، ولكن الألباني كأنه مال إلى تحسين هذه الرواية. فمصيبتنا بفقد النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن الأمة لا تتعطل والناس لا يتعطلون إذا مات أحد عندهم، يجتنبون الاجتماعات على الولائم والذبائح، إعداد الطعام يكون بقدر ما يحتاجه أهل البيت. بدأت الآن الأمور الجميلة بعدما مررنا بتجربة كورونا، قلت أمور الاجتماعات الكبيرة للعزاء، حتى أرى في الأسبوع الماضي أناس توفي أحدهم فقالوا بأن العزاء في المقبرة والمسجد.
حتى قالوا النساء في المسجد، وهذا حقيقة من الأمور المحمودة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع عزاء لخديجة ولا لعمه حمزة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إعداد الطعام لآل جعفر وليس للضيوف وللداخل والخارج، وتصبح ليالي ملاح بدل ما هي لتخفيف المصاب. فينتبه الإنسان. والمرأة امرأة الميت تحد على الميت 14 و10، تجتنب الزينة، ولها أن تتنظف، لها أن تخرج لعملها لدراستها، تخرج لقضاء حاجاتها التي لا تقضى إلا بها من الأمور الضرورية، تلزم بيت زوجها وتجتنب الزينة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وغفر لنا ولكم ولوالدينا ولابنكم وموتى المسلمين. آمين.